السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بقناة سجود أبو بكر، ومرحبا بكم مشتركين الأعزاء. اليوم حابة أحكي لكم عن وصفة كتير شهية وطيبة، وصفة البيتزا والميني بيتزا في الخضار. في البداية حابة أحكي لكم عن العجينة القطنية لكل الاستعمالات، وسبق ونزلت فيديو فيها مخصص في العجينة القطنية لكل الاستعمالات بدون بيض. استخدمت في العجينة 3 أكواب من الدقيق، كوب إلا ربع من الماء الدافئ، معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار من الخميرة، معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من الخل، نص معلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، 5 معلقة كبار من الحليب الباودر، ونص كوب من الزيت. نخلت الطحين كتير منيح وخلطت المكونات الجافة مع بعض، خلطت السكر مع الخميرة والماء الدافئ لحتى فاروا معاي، وسكبت المي الدافية مع الخميرة والسكر على الطحين والبكنج باودر والحليب والملح، وعجنتهم كتير منيح. وآخر خطوة معاي سكبت الزيت وعجنته كتير منيح، وبعدها ضفت الخل مع البيكربونات الصوديوم، خلطتهم مع بعض، وأول ما فاروا سكبتهم على العجينة وعجنتهم تقريبا دقيقتين، وغطيتهم بغلاف نايلون ووضعتهم جنب الغاز بمكان دافئ. بعد ما اختمرت معي تقريبا بعد الربع ساعة قطعتها لقطع، ودهنت الصينية بالقليل من الزيت ورشيت عليها من السميد، وفردت عليها العجينة بسماكة بسيطة، مو كتير سميكة، تكون سماكة بسيطة حسب الرغبة بس ما تكون كتير رقيقة حتى ما تكون ناشفة معك. بعدها جهزت صلصة الحمراء، معلقتين كبار من رب البندورة، صلصة الطماطم مع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون، وقليتهم شوي على الغاز وتركتهم حتى بردوا معاي. فردت العجينة وبعدها دهنت في الصلصة الحمراء، وبعدها من جبنة الموزاريلا رشيت جبنة الموزاريلا قبل الخضار لحتى يلتصق في الخضار، بعدها الفلفل الرومي الأحمر والأخضر والأصفر والزيتون الأخضر والأسود، وبعدها آخر طبقة كانت عندي جبنة الموزاريلا. دخلتها بالفرن على درجة، على فرن محمى مسبقا على درجة 240، شغلت من فوق وتحت وتركتهم تقريبا 10 دقايق، وشلتهم من الغاز وغطيتهم، لازم نغطيهم حتى ما ينشفوا معاكي. باقي كمية العجينة عملتها ميني بيتزا بأحجام صغيرة، كورتها الكور تقريبا متساوية الحجم، وبعدها فردتهم، دهنتهم في الصلصة الحمراء وجبنة الموزاريلا والخضار، ودخلتهم الفرن على درجة 240، شغلتهم من فوق وتحت. هون أنا عندي الصينية دهنتها في الزيت، وبعدها رشت سميد حتى يلتصق معي العجين في الصينية. طبعا العجينة القطنية لكل الاستعمالات بدون بيض، سريعة سريعة التحضير، وكمان ما بتاخد منك وقت بالتخمير، ربع ساعة تقدري تشتغلي فيها، يعني كل ما طولت في التخمير كل ما كانت أحسن، بس بعد الربع ساعة بتقدري تشتغلي فيها. هون أنا دهنت الصينية بالزيت ورشيتها في السميد، وفردت الميني بيتزا العجينة حتى أشكل ميني بيتزا معي أحجام صغيرة. طبعا سماكة العجين متوسطة، مو كتيرة ولا قليلة. هون انا عندي البيتزا استوت معاي، حاولت اعمل اشكال في البيتزا بالعجينة قبل ما احط الصلصة والخضار، ودهنتها في الصلصة الحمراء المكونة من صلصة الطماطم والفلفل الأسود والملح وزيت الزيتون، وقلبتهم شوي على الغاز وتركتهم لحتى يبردوا بعد استخدمتهم. هون
هون أنا برش بالأول جبنة الموزاريلا لحتى تمسك مع الخضار لما تستوي. في ناس بتحط أول شي الخضار بعدين جبنة الموزاريلا، أنا بحط الموزاريلا بعد الخضار لحتى يمسك مع بالخضار في العجينة. هون قطعت البيتزا لمثلثات، ان شاء الله وبالعافية والهنا يا رب. اذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكلمة حلوة منك